معنا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري. أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة، ونحن في انتظار تقرير يكشف لنا عن كل ما حدث قبل أولمبياد 2024 في باريس. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. والحقيقة أن هذا القرار أثلج صدور الجميع. ليه؟ لأن احنا دايما بندور على الحقيقة، الحقيقة اللي هي بتتوه جوه اللجان وجوه التحقيقات المصغرة. إنما لما يكون هذا توجه من السيد الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، دي حاجة محترمة جدا بصراحة، هايل يعني. والشيء الجميل إنه الدولة فعلا في الموضوع ده دعمت كل الاتحادات الرياضية. طبعا السؤال، هم الاتحادات الرياضية عملوا ايه بدعم الدولة؟ ايوة، ما هو عشان كده الدولة لو ما صرفتش مش هتبقى متضايقة. صحيح، عادي انا ما صرفتش فخلاص. لكن ان يعلن السادة المسؤولون عن الرياضة ان في مليار ومئتين وخمسين مليون جنيه انفقوا فعلا على هذه البعثة، لا تعالوا بقى نتحاسب ونشوف الفلوس دي اتصرفت فين، خصوصا ان هناك شكاوي من جميع اللعبات، يعني من كل الاتحادات يا استاذ انجي، كلهم بيشتكوا. بعض الرياضيين بيقولوا احنا ما اخدناش بربع هذه الفلوس اعداد، راحت فين الفلوس؟ ما هو ده الكلام. لو يعني لابد فعلا، وعلى اي اساس بيتم اختيار الناس اللي هتشارك وهتمثل مصر في الاولمبياد؟ وبعد سؤال مهم، بعد ما بيتم اختيارهم حتى لو على اسس زي التاهل، تحقيق ارقام التاهل، المفروض ما بعد تحقيقهم لهذه الارقام بيتم اعدادهم، لان هم رايحين مستوى مختلف ومتميز من المنافسه. ما ينفعش اخدهم من الدار للنار، لازم يبقى فيه فتره اعداد. يعني عمر عشر اللاعب تنس الطاوله بيقول احنا من يناير اللي فات ما اتصرفش علينا حاجه. طيب يعني دي كارثه تشير باصابع الاتهام. وانا بشوف ان نقطه البدايه هي من الشكاوى والتصريحات اللي ادلى بيها اللاعبين، اللي هي الناس اللي بيشتكوا هم هيكشفوا كل الاسرار وكل الكواليس. طيب الحقيقه انا بشوف ان القرار والتوجيه مهم جدا جدا، وهو اللي هيساعد كل الاجهزه انها تحصل على المعلومات المطلوبه. اكيد هنتابع مع بعض وقت ما ينزل التقرير ونشوف هيحصل ايه، وحلو قوي انه في شفافيه يعني الدوله طالبها في الموضوع ده. طبعاً ولكن طبعاً هستغل وجود حضرتك معايا واسالك عن ماتش الزمالك وطلائع الجيش، وطلائع الجيش جاب 3 اجوان مقابل هدف واحد. يعني احنا عارفين ان الماتش تحصيل حاصل، ولكن نتيجة الماتش أكيد كانت صعبة على جمهور الزمالك. طبعا طبعا. يعني بصي، أولا إحنا عارفين إنه زي ما حضرتك قلتي إن المباريات دلوقتي تحصيل حاصل، لكن هل هذا هو المستوى اللي بيتطلع إليه جمهور نادي الزمالك؟ طبعا لا. وحتى عملية الدفع بالناشئين أو الشباب للمشاركة مع الفريق الأول ما بتبقاش بالطريقة دي. يعني لابد أن يكون هناك دراسة فنية، أنت بتشرك اللعيبة دول في هذه المباريات على أساس الموسم انتهى، أشركت مثلا. طب ما الأهلي هيلعب بعد شوية مع إم بي وأغلب التشكيل شباب. ما هو عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقوا معاهم مجموعة من اللاعبين القدامى الأساسيين. اصحاب الخبره. يعني ما الاهلي لعب الماتش اللي فات بناشئين، لكن كان معاهم زي ما بنقول ايه، لعيبه اساسيين كانوا فتره ما بيلعبوش كتير، كانوا بيقعدوا بدلاء واتيحت لهم الفرصه. يعني اقصد انها
ما بتتعملش كده جهجهوني، لازم يكون لها يعني برضو. اكيد اكيد الزمالك عنده يعني مشكله دلوقتي، اه واحنا طبعا، يعني لا لازم نادي يبقى، الزمالك قطب مهم من اقطاب لازم الكره يبقى في المصريه، وقفه. اه ولازم يكون في وقفه، لان هو طبعا لازم يفضل كعادته قطب مهم جدا من اقطاب الكره اكيد المصريه. وطول ما في اكيد، اهلي وزمالك، ده المشهد الحلو، التنافس الجميل بين اهلي هو وزمالك المشهد الاساسي بالذات. يعني. بالظبط، ده المشهد الاساسي صح يعني. طبعا، لما يبقى في اهلي وزمالك يبقى في منتخب قوي. اشكرك شكرا صح جزيلا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. طيب.